يوم بالمعسكر، ثالث يوم بالمعسكر، عملنا معسكر داخلي كل سنة نعمله بالعجب، المرة هاي عملناه هون بعمان لمدة 3 أيام. المعسكر اشتمل على محاضرات نظرية ومحاضرات فيديو، واشتمل على محاضرات ملعب تدريب بالملعب. وسبق المعسكر عملنا اختبار لياقة بدنية للحكام اللي راح يديروا دوري المحترفين، والحمد لله كلهم اجتازوا الاختبار، وكانت نسبة النجاح تقريبا 95%، يعني حكم واحد المساعد ما اجتازش، وراح نعيد له ان شاء الله الاختبار في الايام القادمة. لكن المعسكر هذا مهم جدا كان بهاي المرحلة، خصوصا للحكام اللي يديروا دوري المحترفين، لانه احنا عرضنا عليهم من خلال اشرطة الفيديو اللي عندنا، عرضنا عليهم الحالات اللي صارت معنا باخر 4 أو 5 أسابيع لدوري المحترفين، ووقفنا على الاخطاء اللي ارتكبوها الحكام، وحاولنا بقدر المستطاع ان نصلح هاي الاخطاء اللي صارت معهم. شرحنا لهم اخر تطويرات القانون كره القدم، شرحنا لهم بحدود 12 محاضره، كانت ال 12 محاضره فيها عن الاخطاء وسوء السلوك والتعاون وركلات الجزاء والتسلل والمواقف والتحركات، كلياتها هاي شرحنا لهم اياها لمده 3 أيام. كنا نبدا من الساعه 9 الصبح للساعه 5 مساء، كلها محاضرات، ما عدا اليوم الصبح كان في عندنا تدريب عملي ساعتين بالملعب. حقيقة كانت الفائدة كبيرة جدا، لأنه المشاركين بالمعسكر بحدود 60، منهم 8 حكمات والباقي كلهم حكام. اللي استفدناه احنا بهذه الدورة صراحة يعني كثير، انه قدرنا نوقف على الأخطاء بشكل جيد جدا، ناقشنا مع كل الحكام، كل حكم نعرض له شو الأخطاء اللي كان فيها، نحاول نصلح له قدر المستطاع. كان لي دور في هذه الدورة كمحاضر، يعني حتى انقل اي تطور في يتعلق في التحكيم لحكامنا الاردنيين، حتى يكونوا دائما مطلعين على اخر مستجدات القانون وتفسيرات القانون. طبعا احنا بنعرف انه الحكام الدوليين الاردنيين عندهم تكليفات خارجيه، حتى ينقلوا هاي الخبره في مباراتهم الخارجيه. على الصعيد المحلي طبعا احنا الحمد لله رب العالمين، التحكيم الاردني بالف خير، دعم كبير من الاتحاد الاردني لكره القدم وعلى راسه سيدي صاحب السمو الملك الامير علي بن حسين، اللي بولي اهتمام كبير بقطاع التحكيم، وهي الدورة واحدة من الأمور اللي تتعلق في تطوير الحكام. الدورة هاي فيها عدد كبير من الحكام، فيها حكام دوليين، حكام درجة أولى، حكام درجة ثانية. هذول الحكام هم حكام النخبة اللي بيديروا دوري المحترفين. احنا طبعا نعلم انه الحكم هو انسان يخطئ ويصيب، لكن احنا بهمنا طبعا الاخطاء المؤثرة ما تكون موجودة، والحمد لله رب العالمين خلال فترة الذهاب من مرحلة الدوري كانت الأمور التحكيمية لحد ما جيدة جدا، ما كان في عنا أخطاء مؤثرة. طبعا هذا الحكي بعطينا دافعية، بعطينا أنه نكون نحافظ على هذا المستوى العالي في مرحلة الإياب. والحكام الحمد لله كان في عندهم اختبارات خلال هذه الدورة، عندهم فهم عالي، عندهم تفسير موحد، تم استعراض الحالات واللقطات اللي كان في عليها خلافات في خلال مرحلة الذهاب، وتم الاتفاق عليها وتم تقييمها وتم اعطاء النصائح للحكام حتى انه ما يقعوا بهذه الاخطاء مستقبلا، وان شاء الله انه نرى مرحلة اياب كاملة بلا اخطاء تحكيمية. عمل اختبارات لياقة بدنية، وقفنا على استعدادات الحكام وجاهزيتهم البدنية، والحمد لله جاهزية الحكام جيدة. ركزنا على الرشاقة والليونة، السرعات الارتدادية الانفجارية للحكام، والحمد لله حكامنا الدوليين على درجة عالية من اللياقة البدنية، ونطالبهم احنا باستمرار عندهم تمرينين في الأسبوع كدائرة الحكام مشرفة عليهم إشراف تام في عمان وفي المناطق جميعها. وإن شاء الله ستكون مرحلة الإياب من دوري المحترفين بشكل أعلى من الذهاب، خاصة وأنه الحكام دخلوا مرحلة الذهاب باستعداد كافي، وتم الإعداد ما بين فترتي الذهاب والإياب، وسيكون إن شاء الله حكامنا لائقين بدنيا بدرجة عالية بإذن المولى عز وجل إن شاء الله. ما الحكم بتطور من المعسكرات، حتى إدارة الحكام عمالها بتتطور، يعني في كل معسكر بنشوف شيء جديد، بنشوف محاضرات جديدة، بنشوف أداء أفضل. يعني حتى كمان المعسكر هذا الكابتن إسماعيل الحافي كان موجود وأضاف للمعسكر كمان إضافة فنية كويسة، وشفنا حالات كويسة، يعني على الأقل إنه إحنا بهاي الحالات اللي بنشوفها ونتعلم مما هو جديد في القانون والتعديلات الجديدة، نتعلم من أخطائنا اللي وقعنا فيها في المراحل السابقة، لعل وعسى إنه الحكم يعني
يخفف من اخطائه ويتعلم بالاخطاء وبالمراحل اللاحقه ان شاء الله. حاضرين بالدوره حقيقه اللي ما بذلوا كل جهدهم لتقديم المعلومات الجديده المتعلقه بالتحكيم الاردني والاسيوي والدولي، وفي نفس الوقت اكيد الحكام لابد يعني انه ما في دوره او ورشه عمل تنعمل الا في شيء جديد، فان شاء الله استفدنا من هذه الورشه، ونتمنى ان شاء الله ان العمل على المعسكرات والتواصل الدائم مع الحكام شيء ضروري. جانب اللياقه البدنيه الاسبوع الماضي احنا عملنا فحص لياقه، الحمد لله كانت نسبه النجاح في 100%. بالنسبه للمواد التعليميه اللي احنا بناخذها هون، طبعا اكيد كل سنه في شيء جديد، ليش؟ لانه احنا عم ناخذ من الحالات اللي احنا بنغطى فيها، عم نتعلم من اخطائنا احنا، فهذا الشيء عم بفيدنا احنا، احنا ما بنجيب من دوريات ثانيه وعم نتعلم، لا احنا عم نتعلم من اخطائنا احنا. والشيء اللي انا بدي اضيفه هون، يعني احنا كل سنه يعني كل معسكر جديد عم نشوف وجوه جديده في التحكيم، عم نشوف ناس جديده، يعني كل سنه احنا وكل يعني معسكر عن اللي قبله عم بنزيد 2-3، فهذا الشيء يعني مبشر بخير انه في وجوه شابه قادمه، وان شاء الله يعني هذا الحكي بيرفد التحكيم الاردني بما هو افضل يعني.